اسالك وتجاوبني بصراحه، انتوا بخلة؟ يا كابتن بخلت ايه؟ انا بسالك يا كابتن بخلت ايه؟ رد هو انت النادي الاهلي، النادي الاهلي عندما يمتلك الاموال ينفقها جميعا على احتياجاته. يعني انا اذكر مره في احد امناء الصندوق جه للكابتن صالح قال له يا كابتن 35 مليون جنيه، كان مبلغ ايه؟ اه طبعا 35 مليون جنيه دلوقتي وديعه. قال له يبقى احنا ماشيين غلط. ده كابتن صالح. قال له مش عندنا حاجات لازم عايزين نعملها للنادي تطلع وتتوظف في تطوير النادي. نفس الفكر الكابتن الخطيب. خطيب نعم. بيجيب اموال، بس انت هو المشكله مش ان انت اللي بقى معاك فلوس ولا معاك دولارات ولا لا. لان تدبير الدولار هو اللي صعب. ليك حدود ما تفيش بهذا الكلام. ليه ما كملتوش في انت اللي بتقول بخيل يعني النادي بقى بخيل. اما اجيب مدربين اجانب لكل الالعاب، واديك شاف الطفره اللي حصلت في في كل الالعاب، باسكت هاندبول فولي عامله ازاي، وفي الناشئين. يبقى ده بيصرف على النشاط الرياضي بخلاف كره القدم. فين البخل؟ هو ما فيش بخل، بس ساعه ما بيجي لك التزامات مع بعضها المبلغ بيكتر، عايز تجيب الثلاث لعيبه. زائد ان انت فكره، ودي هتاخدنا على فكره، هو النادي الاهلي ليه ما عندوش ناشئين ويوفر؟ لسه هكلمك على قطاع الناشئين. ده كلام يعني كلام بيتقال مش مدروس. طب ما تجاوب يا كابتن. انا عملت الاربع حراس مرمى من النادي الاهلي، ماشي، ناشئين النادي الاهلي، الشناوي ومصطفى وحمزه ومخلوف، مخلوف جه من وكلهم منتخبات، ماشي، كل جوان المنتخبات اللي تحت كده من النادي الاهلي. تمام. طيب عندك هاني، ربيع، محمد هاني، رامي دبيس، كوكا، محمد عبد المنعم، ندفد، وبعد كده محمد عبد الله، وعندك ناس طلعتها، عندك الولد الصغير احمد عبدين راح سيراميكا اعار، غير دول ما لسه جاي لك بقى اللي طلعوا اعراق. عندك غير احمد عبد القادر، ما هو ده قطاع ناشئين من النادي الاهلي، غير ياسر الفرود اللي بيلعب في تشيكوسلوفاكيا، وده محمد ياسر لسه جاب جون الماتش اللي فات، وده احنا باصين عليه انه يستوي ويمكن يفيدنا لما يرجع. زائد بقى لما تشوف محمد شكري اللي خلاص باك ليفت وكنا بنسترده عشان يلعب جاله صليبي، كان جوه، ومحمد اشرف اللي طلع من الفرسين من النادي الاهلي وبيلعب، محمد مغربي اللي لعب كاس العالم للانديه السرد باك، بس معظمهم مشي يا كابتن علي. ما هو انت مكانه مين؟ الصعوبه في المنافسه. أيوة انا كمان، بس انا عايز اشوف ولاد من ولاد النادي بيلعبوا. وعندك رأفت خليل، وعندك ناصر. طب بره بقى وفي المنتخبات، افراز قطاع الناشئين، ناصر ماهر، احمد حمدي اللي في الزمالك، محمد حمدي الباك ليفت بتاع بيراميد. وقتها هتقول لي كان علي معلول، انت اللعيب، ما هو انت لو بتحافظ على احمد ياسر، طب ما خدوش فرص ليه؟ كل دول ما خدوش فرص ليه؟ ما هو ياخد فرص. احمد حمدي وناصر ماهر ومحمد حمدي، ده كلام سهل جدا، بس لما يكون عندك ماتش بكره في ماتش مهم، هتلاعب علي معلول، هتلاعب علي معلول، هتلاعب علي معلول، تيجي في تجربه ثانيه اديت في النص محمد اشرف، الناس ما استحملتش، ما استنتش عليك، عايزين باك ليفت، عايزين باك ليفت، عايزين، صح ولا مش غلط؟ ماشي موافق. انت هتجيب، بس انت عندك سياسه، ما انت، ما هو سياسه ولا بطوله؟ هي ده السؤال الصعب. لو انت ايدك في النار هتقول انت ايدك في النار، والجمهور ما بيستحملش يا سيدي، الجمهور ما بيستناش. على فكره الجمهور ما بيستحملش، لا الجمهور ملوش دعوه باللي انت بتقوله ده كله. ده الجمهور بكل الانفاق اللي انت عامله، الجمهور بيطالب بالناشئين، ولما تيجي تلعب ناشئين والله لا يقدر تحصل نتيجه سلبيه. هو انت تجربه الناشئين اللي لعبتها مع سواريز، حد استحمل سواريز؟ للاسف الشديد ما حدش استحمل، مع ان والله عمل شغل كويس وكان في ناس كويسه جدا. عايز اقول ايه، فانت بتطلع السياسه دلوقتي، بتطلع اللعيب يستوي، اللي يرجع بتقل النادي الاهلي زي محمد عبد المنعم، ولا زي احمد عبد القادر، ولا زي بالراحه بقى عليا، احمد عبد القادر، اليو ديانج، محمد عبد المنعم.